بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من الفيديو ناقش ازاي ندخل استهلاك في كل نقطة على الشبكة زي ما واضح عندك ان انا بقسم الشبكة في مناطق بتحيط بيها الاقوال المصير ونوع السحب ونوع الاستهلاك بقسمهم 9 مناطق. الهدف الموضوع ان بما ان المنطقة هي متشابهة في الخواص السكانية نسبة الاشغال السكاني واحدة، فانا قسمت عدد السكان على المساحة فرد للهكتار و ببدأ اعوض الكلام ده عشان اقدر ادخله بسهولة. بختار يونت كوماند كنترول و بخلي نمبر اوف ديمانس 0 عشان منها اقدر احسب السلك السكر. بعد كده باخد الكار ليست وبحدد الشركه find element احددها هي في قلب ساحة بالظبط جوه الشبكة. بحدد موظف عن طريق selection 6 في كل المواطن اللي عندي دي ادخل مواطن محددة عشان اقدر احسب استهلاك لكل شركة قيمة فصلا متلخبطش بينهم. لوز اد ديمانس واختار بس الاشهر سيتس مسافر الشزار بحط اليونت ديماند كاونت 0 وباخد الجدول اعمل له كوبي اشيل كل النقط اللي عندي دي واعمل ريبليس الجدول واحذف كل النقط اللي بتبقى تحت كده. انا عندي نقاط السحب داخل شبكة زلزال. بعد كده ببدأ ابحث عن كل نقطة مرحلة السكان. بس باخد الجدول على حد شوية بعد السكان المساحة الكلية و1,140,001 على مستوى كل نقاط السحب.
المساحة اللي بتغطيها كل نقطة داخل الشبكة بتاعت مسافة الزلزال. تشيل آخر صفين مش أسبق وأقول إن الدمونت بيس بيساوي 6 وحدات. بالتالي بقسم المساحة الكلية بتاعة الجزء المحدد ده على 6
باخد الرقم ده بقسمه على 4 يطلع لي 4.65 جزء بالمية. أروح داخل أحط الرقم في جدول حساب الاستهلاك، بحيث إن أنا أحط مساحات كل المناطق عشان أقدر أبني مرحلة الاستهلاك بمنتهى السهولة. بقرر الخطوات مع كل أجزاء الشبكة.
جزء من الشبكة أكون بعيد منه، أبدأ أدخل على 70 فردة، أحسب الاستهلاكات بتاعته بنفس الطريقة، بس هل حد هنا لاحظ إن أنا كنت في حمل؟ العدد السكان اللي أنا جبته كان في سنة 2010، بالتالي الاستهلاك كان المفروض يكون 250 لتر للفرد في اليوم، فبالتالي أنا مضطر إن أنا أغير كل القيم، وعن طريقها بيبدأ يتغير قيم العملات. لو أنا عايز فعلا أخلي الموضوع حسابات الاستهلاك عام 2030، فبخلي الاستهلاك 0.2 أو 200 لتر للفرد في اليوم، وبضرب عدد السكان في 2010 في المعامل النمو، في معامل النمو عدد السكان في سنة 2030، عايز أجيب عدد السكان في سنة 2030، بضرب الرقم في معاملات النمو، الحسابات القديمة لعدد السكان في سنة 2030 مقسوم على عدد السكان في سنة 2010، وأجيب المعامل وأضربه في
بيع اي 2 وبعمل اوتو فيل كل المعاملات كده. انا جبت الاستهلاكات لعمليات المعدلات اللي هو في 2010 او 2030 بعد كده بزيف بداية المشروع كده يكون ده شهر الماضي. بعد كده هنتكلم في جزء تصميم المحطة.